الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمرا الله رحمة شكريا دناي مهان رب كائنات الله رب العالمين الدربارو أمرا رمزة الحمد لله أسك مدينة طيبة أستاذ الحمد لله أمرا رمزة دوي شيخ شيخنا المكرم من من الأساتذة من المدينة الطيبة الحمد لله نشكر الله ونشكر بقدوم فيوزكم بشيوخنا المكرم المعظم من المدينة الطيبة الحمد لله أمرا الله we are very proud to Allah سبحانه وتعالى to Sheikh attend in our mosque today, Alhamdulillah, from Madina Taiba, Minal Asatazai Karam, to Ustaz Minal Madina Taiba. Alhamdulillah, they will pray Taraweeh prayer. We offer as well Salatul Isha, but they are Musafir. So, Alhamdulillah, after the Salatul Isha, inshallah, they will pray Salatul Taraweeh, inshallah. Alhamdulillah. এখন সময় হয়ে গেছে আমরা নামাজ শুরু হয়ে যাব ইনশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا يعتدلوا سووا صفوفكم يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله
لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. مرحبا بايد أما بنغلاديش و intensive care و serious illness دوار درخستو الله رب العالمين شفاء كامل عاجل نصيب فرما. اللهم انت السلام منك السلام باركت له. اللهم لا مانيا لما اعطيت ولا موتيا ولا ينفع الزد جئنا غفرانك ربنا واليك امين برحمتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My beloved brothers, this masjid here, Baytul Aman, subhanAllah, the last time I was here, by the kind invitation of Brother Iqbal and Brother Moinu, many of the committee members here, was actually on the official opening day with one of the muqris and imams of Masjid Al-Qiblatain, Medina Munawwara, to do the official opening. SubhanAllah, after that many time, or that much time, to see the progress, and Brother Iqbal was mentioning about the top and extension and so many other things. It's such a, yani, such inspiration to see this growth and this amazing work that's happening in this community by the efforts of the imams and the committees here. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them and bless them. And we really thank them for giving us the opportunity to be here tonight, again with some very special guests. As mentioned by our imam here, we have with us Sheikh Hatim Al-Maliki, who is from Riyadh, Saudi Arabia, one of the world famous Quran reciters. Many of our elder generation maybe did not hear of him, but the youngers should have. If you are going by numbers, 6.5 million views on his videos, etc. This is what the young ones go by these days. So alhamdulillah, we're very blessed and honored to have Sheikh Hatim Al-Maliki with us. And inshallah, you will enjoy his recitation tonight. We also have Sheikh Muad Salim Arab from Jordan, who recites in the same voice, like for like, Sheikh Abdurrahman Sudais, Sheikh Shuraim, Sheikh Mahir Muaqili, Sheikh Ali Jaber, all these Qurra. If we had more time, Sheikh would recite all of them. Even the Qurra of Egypt, he can do. Inshallah, Sheikh will be also leading tonight, and we hope that everyone benefits. We are with our charity partners here, Action for Humanity, and they will do, inshallah, a small presentation. Before that, the last time I was here, the masjid, they honored us. And our reward is with Allah subhanahu wa ta'ala, of course. They honored us with a small token of appreciation through an award, which they gave to the imam and they gave to myself. I remember that. Inshallah, the shuyukh, they would like to present a small award likewise to the committee members here, inshallah, as a token of appreciation for their efforts in the community and the service that they're doing for the Muslims in the UK, inshallah. Inshallah, takbir, takbir, takbir. Jazakumullah khair. I now request Brother Tariq, inshallah, to come forward. He will be doing a small appeal. It is timed. Kindly be patient. As soon as the time is completed, inshallah, we will begin the Taraweeh prayers. Please support the cause as well, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum, brothers. And of course, the sisters that are probably here as well. Brothers, tonight is a really important night. And I'm here, as Sheikh Alan mentioned, on behalf of Action for Humanity. But of course, they were formerly known as Syria Relief. And it's quite important to mention that, because this charity actually has specialized for many years in its work in Syria, to the point where actually many of the Muslim and even non-Muslim charities have used this charity to implement their projects in Syria. And that's quite important to note, because there's trust, there's quality of work, alhamdulillah. But charities aside, it's not really about names of charities, it's about the work that we've done. And we need to go back a few years and think that the situation in Syria has been happening since this month, 12 years ago, subhanAllah. And when I looked at the stats a couple of days ago, I saw that to date, last time I checked, it was about 250,000, 300,000. But now to date, more than 600,000 of our brothers and sisters have been completely massacred inside Syria. I remember first hearing about the situation, the war, the bombing, the killing, the raping, the pillaging, horrible things that have been happening to our brothers and sisters in this, let me remind you, blessed land, Ash-Sham, where the angels have the wing over it. And now, subhanAllah, fast forward to the millions of people that have had to flee the country, millions of people without homes. Fast forward to just last month, when an earthquake that was so devastating
impacted both Syria and Turkey, it killed more than 55,000 people. Now, I'm giving you big numbers and stats, but let me ask you this, brothers and sisters. If you came to the masjid today and you had seen a Muslim family outside the masjid and they're starving, they're hungry, they're not asking for anything because they're too dignified for that, but they're in a bad, bad situation, worse than you've ever seen, would any of you have stepped a foot in this masjid before asking, can I help you? Let me do something. In fact, most of you would have said, you know what? I'm going to take this family on. It's my responsibility. 65,000 homes were destroyed in Syria because of the recent earthquake. Action for Humanity has just handed over the keys for 500 homes inside Syria. And now these next 500 that I'm going to ask for your help tonight are going to be given to those survivors of the earthquake. So I don't have much time, but what I'm going to say is we want to get at least 10 homes sponsored here tonight, inshallah. At least 10 homes. One of these homes costs £2,500. And in the light of things, considering we all have beautiful homes, nice clothes to wear, many things, it's nothing compared to what they need. So £2,500. I'm going to start firstly by asking, is there one brave uncle, brave brother, brave sister in here who can put their hands up and give for two homes? That's £5,000. And as I ask, and as you think about that, brothers, remember what I'm doing is no stranger than what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did. Because he sallallahu alaihi wasallam stood up just like I stood up, and he asked his congregation, who will support the cause of Allah? He also asked for money, not for himself, but for the ummah. And in that situation, Uthman put his hand up, radiallahu anhu, and he gave and gave and gave. Three times he put his hand up until Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, after this day, no harm will come to Uthman. So £5,000 to build two homes. Two homes for a family just like yours. Mothers just like yours. Orphans, children just like yours. Let's get one hand up, inshallah, for £5,000. I'm not going to spend long on this amount because I have to go lower. Time is short. But there's a one person before this opportunity, and that's what it is. It moves on. Is there one person, inshallah? One person. You can spread it out. The keys will be handed to these people as well, which means they have ownership, which means you can give zakah to this as well. £5,000. I'm going to go down and make it easier. That opportunity is gone now. But now you can take the opportunity on for one home. Maybe in your mother's name, your father's name, maybe in your children's name. £2,500. That's for one home. And I wanted to try and get four of these, because you've got 10 to get in total. And let me remind you, I know it's the first and early days of Ramadan, and we're thinking, I'll wait till the last days, I'll give it then. Brothers and sisters, we're asking now because the need is now. So when we say we'll wait and wait, it means that we're saying that they can wait, but they can't. And your Nabi, my Nabi, our Nabi sallallahu alaihi wasallam, when he gave outside of Ramadan, he was the most generous. In Ramadan, he's described as giving like the wind. And I found out recently that Jibreel alayhi salam used to come down, and Jibreel alayhi salam comes down to give wahi, to bring the Quran. But he also came down in Ramadan to remind the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to give sadaqah if he ever missed it. This is the importance of our deen. £2,500. Now we need one hand to go up, inshallah. Maybe it's £500 for 5 months. And when we see the examples of the companions, brothers and sisters, we see them as our legacy that we follow, not just stories. So when we hear that Umar radiallahu anhu, he used to cry all night, weeping, praying to Allah, so much so he had black marks going down his eyes from the tear marks. And in the daytime, he used to carry so much sadaqah on his back that he would have black marks on his back, the same way many of you have sajda marks on your head. This is the importance they saw when it came to serving the deen of Allah. I've been to Syria. I've seen the children. I've had tours of the refugee camps, the IDP camps. And when they would take me around, they would describe the situation. So many people in the tents and camps, they would say that there's good and bad people here. And some of the little bad people, a small amount, would kidnap children and sell the organs on the black market to make money. Children would be molested. So the places we're taking them out of right now, they're in tents. You've seen the images online. In winter, what it's like. In winter, it's freezing. I was in Jordan and a baby died 2 weeks before I came. We were too late. In the summer, you couldn't even stand in there. It's so hot in these tents.
So 2,500. The first hand up, we need it to go now, inshallah. 2,500. Before I came, I was told, mashallah, this is a very generous community. So we need those hands to go up, inshallah. Maybe it's part of your zakah. 2,500 for the first hand, and I need to go on. 2,500. Do we have one hand? I'm sure upstairs we've had the hands already. Inshallah. Say inshallah, brothers. Okay, let's make it easier. Now I need 10 hands to go up, but only for 1,000 pounds. 1,000 pounds, inshallah. I know it's the early days of Ramadan, brothers and sisters. But the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, what did he do? He said, I would rather walk with my brother in his time in need than to spend a whole month in itikaf in Masjid Nabawi. So 1,000 pounds. Let's get the first hand up, inshallah. The volunteers are waiting to make the donations. Once a child, subhanAllah, came to me after he put his hand up for 1,500 pounds. He was 6 years old. He came to me after and he said, I'm sorry, I thought it was 1,500 pennies. But 2 weeks later, subhanAllah, he raised 2,000 pounds. So if he can do it, brothers, you can do it. 1,000 pounds. We need 10 hands to go up. We have a brother there, mashallah. That's the first. Now he gets the reward of everyone that follows. 1,000 pounds. Where's the second? I don't know if you have a hand at the back over there, mashallah. The second, I think, is at the back. Please keep your hands up as well. Keep your hands up. The volunteers can come to you. 1,000 pounds. We need 8 more of these, inshallah. 8 more. Do we have the third brother or the third sister? This can be 100 pounds for 10 months. Easy for many of you, mashallah. Easy. And just picture the babies. Picture the women being pulled out of the rubble. SubhanAllah, a baby was born under the rubble. And the rescuers pulled that child out recently. We have a third brother there, mashallah. That's number 3. Number 4 brothers, inshallah. Wallahi, we have a fourth there? 2? I think a hand went up at the back, yeah? So brothers and sisters, think about it, subhanAllah. We have one at the back? Our hands, please keep the hands up, inshallah. So brothers and sisters, please, please, remember that the son of Adam has 3 rights. Food, shelter, and clothing. So this isn't something you're being generous with. This is their rights. They deserve a home. SubhanAllah, I walked into the masjid tonight. I had heated floor under my feet, subhanAllah. Wallahi, we live in luxury, brothers. The clothes we wear, the food we eat. There are people struggling. Remember, you are the 5% in the world. You are the 5%, meaning you have things no one else has, including a roof over your head. My time is running out. Do we have more for 1,000? We have a brother over there. Jazakallah khair. Keep your hand up, inshallah. Maybe some of you want to fill out forms on the way out. But let's make it easier now. 500 pounds. And we have a brother there with his hand up behind you, inshallah. That's one. Five. I don't know if it's 500 or 1,000. But we need more for 500, inshallah. Yeah, and sisters. Sisters, wallahi, the imam's just reminding me that our sisters are upstairs. What I would say to the sisters, and brothers, you all have probably done it yourself. Have you ever come home and you've got your child in the cot, in the bed? And you know the child's fine, but it's a newborn baby. And you just look to see if that child is awake. Are they alive? Are they breathing? Sisters, you've done it many times as well. Because this is the love, the concern we have for our children. But are those children not our children? Do you not love them like we love our own children? 500 pounds. Let's get some more hands going up, brothers. Don't wait till the last 10 days alone. Don't wait in thinking your zakah can wait. The ummah cannot wait, brothers and sisters. The suffering is unbearable. SubhanAllah, if you look how some of the ummah before, the leaders of Islam, they used to treat the honor of a Muslim. I remember reading one Muslim leader, he sent a letter to the Romans after a Muslim woman was taken captured. And he said, oh, you sons of dogs, if you do not let this Muslim woman go, we will send an army so great, by the time the first soldier arrives in your gate, the last will not have left ours. This is how much honor they attach to protecting a Muslim. So my time's running out, 500 pounds. Do we have 2 more, inshallah? Let's get a hand up, inshallah. Let's make it easier. 250 pounds. 250 pounds, brothers. We need more hands to go up. You'll also be able to give cash and card donations on the way out, inshallah. But inshallah, we need to quickly move on. 250 pounds. 250 pounds, brothers, inshallah. And just remember, of course, that the angels are supplicating for the ones that give. To say, give him more, Allah. And they're saying, Allah, withhold from the ones who don't give. So give as much as you can. There's 65,000 homes in Syria alone that need these homes right now. Aisha radiallahu anha, when she gives sadaqah, she'd perfume her sadaqah because she believed it went through the hands of Allah. Imagine that, brothers, the hands of Allah. And Ibn Qayyim said, if people knew
their sadaqah went through the hands of Allah, they'd enjoy giving sadaqah more. So this Ramadan, brothers, subhanAllah, who knows if we live to the end? Have the intention, inshallah. £250. If we get 10 of these hands, we can build one home, inshallah. So who's the next hand to go up? We need more hands, inshallah, brothers. £50 for 5 months, and it's done. The contribution is made. Give your zakat. Make an intention. You can even fundraise. The brothers here will help you fundraise. They'll create pages. They'll give you pictures, images, stats. Inshallah. My time is up, brothers. £100 to make it easy. Let's get 10 hands to give £100. We have a brother there, mashallah. A second brother. We have a third, mashallah. We have a fourth. Mashallah. Where's the fifth hand for £100 only? £100, brothers. Don't be shy. Don't be shy. We have one at the back, mashallah. Five more. Five more to give £100. And brothers, think of it. This is like a sadaqah jariyah for you. You're building a home for a family who right now are living in tents. They don't have food to break their iftar, many of them. £100. Keep your hands up if you haven't already, if someone hasn't come to you. £100. My time is up, brothers. My time is up. But what I would say, wallahi, we would love to be able to do 100 homes from this masjid. But take on a challenge this Ramadan with your friends, your family, and raise that £2,500. You can do it, inshallah. Speak to people out there, zakat. But as you leave, please give whatever you can. Cash, any change in your pocket, pay by card. It will make a massive, massive difference to the ummah. And I'll leave you with this one example. I was in Lebanon not so long ago. And the sister... MashaAllah. They're both going to give 100 each, mashaAllah. May Allah bless you. Neighbors are going to work together. I leave you with a story, brothers. I met a sister. Her name's Iman. She had 4 children, all born 1 year apart. And she told me the story where when the bombs kicked off in Syria, she fled her home at 4 p.m. at night, in the evening. And at 8 a.m. the next morning, she arrived in Lebanon. She walked for about 16 hours. Her child was 3, her child was 2, her child was 1, and she had a 20-day-old baby. And that 20-day-old baby, as she's walking the mountain, she dropped the baby because of the how dangerous it was. And she's screaming and crying, having to carry 3 of her children. She decided, what can I do? Do I save these 3 or do I walk on? She walked on, brothers, thinking her child was gone. By the miracle of Allah, a man found that baby because he was also fleeing Syria, and he reunited that baby with the mother. Brothers, you don't know what it's like for them. You have no idea. They're suffering. Their lives have been persecution. And they will go to Jannah because of what they've been through. It's Asham, the blessed land. Do what you can. Make a commitment. If you didn't put it to your hand tonight to give 2,500, then you can speak to a brother on the way out. May Allah bless you all. Thank you to the committee for being patient. Card machines, forms, everything. May Allah bless you. Jazakallah khair. Allah, Alhamdulillah, আপনারা ইত্তেহে কার্ড মেশিন আছে এবং ফর্ম ফিলআপ করবা ইনশাআল্লাহ আর ফাইনালি আমরা মসজিদের কালেকশন ইনশাআল্লাহ আপনারা রেগুলার দান করেন আমরা ভাই হলে আপনারা সামনে পকেট লই আইরা ইনশাআল্লাহ আপনারা শরীক হইলো কো আমরা মসজিদের আওয়ার মস কালেকশন ইনশাআল্লাহ নাও স্টার্ট আওয়ার মস কালেকশন ইনশাআল্লাহ পকেটের মাঝে আপনারা ডোনেট ফর্ম কো জেনারেসলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা কবুল ও মঞ্জুর ফরমাউকা আর যারা ওয়াদা করছেন ইনশাআল্লাহ আপনারা সিরিয়ার এই মুসলমান হলর লগে সাহায্য করুকা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনারা দুনিয়া আখিরাতর বালাই নসিব ফরমাইবা ইনশাআল্লাহ আপস্টিয়ারও সিস্টার হলর এখানে সিস্টার হলে মসজিদর লাগি এখন কালেকশন ওর আপনারা আমরা বাইতুল আমান মসজিদর কালেকশন শরীক হোক ইনশাআল্লাহ More. Yes, sir. Yes. Can you make it down a little bit? Just yeah, that's it. Thank you.
clear? Salatul Qiyam Azabani wa Iyakum Allah. Stow Qimu Sufufakum Stow Allahu Akbar. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ولو شاء وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحانك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا
واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أيود أحدكم أن تكون له جنات أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم. الله عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يتخذ
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية،
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله أكبر يا الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ
قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إن هذا لهو القصص الحق. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.
فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون
الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم أجنا من النار اللهم أجنا من النار يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين صلاة الوتر يرحمكم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنك أنت العزيز الغفور. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا.